تم خلال النسخة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تنظيم ندوة علمية تحت شعار الذكاء الاصطناعي تحديات وفرص التحديث، روبورتاج في الموضوع مع مفدي القناة من أكادير فاطمة الزهراء دورات ورشيدة الدوش. الذكاء الاصطناعي والأمن تحديات وفرص للتحديث كان موضوع ندوة علمية عقدت على هامش فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وذلك بحضور ثلة من أساتذة جامعيين ونساء ورجال الشرطة، الهدف منها تعميق الفهم حول تطبيقات ومزايا توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني. اليوم حضرت مع الأمن الوطني، كنت مستدعية باش نتكلم على تطبيقات ديال الذكاء الاصطناعي في ميدان الأمن الوطني، وبشكل عام عن أهمية الذكاء الاصطناعي ككل، لأنه اليوم الوطن المغربي محتاج باش نطوروا هذا الميدان بشكل يعني سريع وجدي، ولذلك كان عندي الشرف باش نلقي هذه المحاضرة اللي كان فيها تواجد كبير مع الجمهور اللي كان متواجد معنا. عدة أسئلة حول الأخلاقية ديال الذكاء الصناعي، حول البرمجة، حول التكوين في مجال الذكاء الصناعي إلى آخره. كاين بزاف ديال التحديات. أولا كاين العامل ديال الأمن الوطني، كيخصو يكون إشراف ديال الناس اللي كيشتغلوا في الأمن الوطني، كيخص يكونوا مشرفين على القرار اللي يمكن ياخذوا الذكاء الاصطناعي، يعني ما هو الدور، كيفاش مثلا الشرطي غادي يتقاسم مع الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرار. حقيقة موضوع اليوم كان موضوع راهني وموضوع متميز كيتعلق بالذكاء الاصطناعي، وفي الحقيقة قمت بإطارة واحد التدخل كيتعلق لنا بارتباط الوثيق بين الهجمات السيبرانية وبين الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن الهجمات السيبرانية هي دائما أصبحت تقنيو هذا المجال، يعني يعتمدون على الذكاء الاصطناعي للتطوير من هجماتهم، وكذلك لكي تكون هجماتهم السيبرانية أكثر نجاعة وأكثر فاعلية. اللقاء شكل أيضا فرصة للتعرف على مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني لإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في خدمة مختلف المرافق الأمنية. الندوة كانت مبرمجة في إدارة الدورة الخامسة الأبواب المفتوحة بمدينة أكادير، واللي تم فيها تقديم عرض مفصل لإدارة المديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص المجال ديال الذكاء الاصطناعي، اللي تم فيه عرض مجموعة من البرامج التكنولوجية اللي تم تطويرها من طرف الأطر التقنية بالمدير العام للأمن الوطني، من بينهم سمارت ال بي ار، النظام الذي يتيح القراءة الآنية للوحات المعدنية للسيارات، واللي ساهم بطريقة مباشرة في إيجاد عدد كبير من السيارات المسروقة والأشخاص المبحوث عنهم. كذلك هناك نظام آخر تم تزويته بالمصالح الولائية للتشخيص القضائي، واللي كيمكن عن طريق خوارزمية تعرف على الوجوه من تسريع حل القضايا الإجرامية. يذكر أن الدورة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المقامة بأكادير تهدف بأبعادها التواصلية إلى تقريب الزوار من التفاصيل المهنية والاجتماعية واللوجستية التي تؤثر يوميات الشرطة بمختلف أجهزتها ورتبها.